بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب وأنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب جعل الليل والنهار خلفة فتذكر اولو الالباب نحمده تبارك وتعالى على المسببات والاسباب ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبه والشباب خلقه الكتاب ورايه الصواب وقوله فصل الخطاب قدوه الامم وقمه الهمم ودرة المقربين والأحباب عرضت عليه الدنيا بكنوزها فكان بلاغه منها كزاد الركاب <applause> ركب البعير ونام على الحصير وخصف نعله ورتق الثياب أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته وملأ للمؤمنين براحته من حوضه الأكواب اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب. احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبتي وكل من يحضرنا اليوم في هذا البث اللي يعني آه ربما كنا متاخرين فيه آه ولعل ذلك التاخير لي لي لسبب هو يعني لا شك خارج عن إرادتنا ولكن نسأل الله تعالى أحبتي أنه في هذه الجلسة نؤدي ما علينا نسأل الله تعالى التيسير والتوفيق والسداد والإخلاص ونسأل الله تعالى أن نكون في عباده الصالحين الذين يصدحون بكلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم وكلمة الحق حان وقتها وهذا وقته جواهر الزلزلة ان شاء الله اليوم كالعاده طبعا احنا في اشراقه روح كعادتنا القران اساس ومنهج ومصدر اساسي حينما نتكلم وحينما نتحدث واليوم ما بنخرج عن هذا الموضوع باذن الله تعالى فتقبلوا مني اجمل التحايا واجمل التهليلات لكل من يحضرنا وكل الرائعات طبعا في خاصية المحادثة أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الجلسة يا رب جلسة مباركة وأن يجعلها حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نوينا بهذه الجلسة أن نكون في عبادك الصالحين وأن تجعلها سببا ووسيلة للتقرب ونصرة أهلنا في فلسطين. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب. وطبعا يمكن أعرف أن هناك الكثير والكثير والكثير من يتكلم والكثير من ينادي والكثير من يتحدث وكلنا حقيقة نعيش أيام صعبة وهكذا هو المؤمن إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى ونسأل الله تعالى أن يكشف الغمة وان ينصر الامه وهنا لا نتكلم عن نصره المكان ولا الارض وانما نتكلم عن نصره كلمه الله العليا نصره الاسلام لانه اللي همنا الان هو المعتقد الذي نقول اننا نؤمن به المعتقد الذي نقوله ونردده ويكتب في بطاقتنا الشخصيه لا اله الا الله هل نحن فعلا ممن يفي بهذا العهد ام اننا ممن يخون اليوم ان شاء الله سنتكلم كذا بعض الحقائق وانا متاكده اغلبكم يعرفوا هذه الحقائق وسمحوا لي قليلا فقط بس يعني حتى لا يعني سبحان الله المكان بدات ترتفع حرارته ف بس افتح المكيف الله يعطيكم الصحه والعافيه. طيب هناك مجموعه من الاشياء ان شاء الله سنتحدث عنها. أول شيء راح نتكلم عن حقائق قرآنية عن اليهود والصهاينة وهذه الحقائق يفترض إنه إحنا نعلمها يعني من الوعي بمكان إنه إحنا نعرف هذه الحقائق ك كمؤمنين لا بد أن نعرف ممن إن كنا ممن يقرأ القرآن فلا بد أن نعرف أن مصدرنا الأساسي القرآن الكريم يخبرنا عن هذه الفئة التي تعادينا التي تعادينا بدون وجه حق كذلك سنتعرف على بعض الاسرار النفسيه للنصر متى نكون جاهزين للنصر متى نكون اهل استحقاق لكي ننصر ونفتتح هذه يعني نفتتح الامه الاسلاميه او تفتتح او يفتتح الاسلام ويعيد الاسلام هيبته ومكانته ايضا سنتحدث عن هكذا تهزم الامم عشان نشوف الراجع نفسنا عشان نشوف الراجع نفسنا ايضا بشائر النصر كيف استقلب النصر كيف نستقلب النصر وكون من اهل الاستحقاق للنصر كيف نستقلبه ايضا ما الذي علينا ان شاء الله وكل هذا عبر تدبر الايات باذن الله تعالى ما راح نجيب الكلام من عقولنا ولا من راسنا كل ذلك سنستدل عليه ان شاء الله بالايات القرانيه ولكن سبحان الله يعني أثناء متابعتي لي لي للاخبار وحقيقة أنا عادة أساسا مبتعدة مبتعدة ابتعاد شديد عن أصلا الأخبار وعن وسائل التواصل وعن يعني لست ممن يكثر ولكنه هذه الفترة يعني المسألة تشدنا شد شدا لنعرف وضع الأمة وسبحان الله جرى كذا فتح لي يعني فيديو للاسف الشديد ويعني يظهر لنا عداوه اعداء الله تعالى لنا ممن يقولون انهم يدينون بالدين المسيحي وايضا ممن يتعاونون مع الكفره الصهاينه اليهود لما تجي تشوفوا هذه المراه التي تدعي نفسها انها واعظه مسيحيه ينادونها بامنا تخيلوا التخريف والتخاريف التي تقولها والالاف المؤلفه التي تتابعها وتصدقها ثم تقول ابشركم ابشركم بنصر اسرائيل على حماس أو على الأمة الإسلامية آه ولما جاءت تقرأ آه إنجيلها حضرتها قالت ستبدأ الحروب فانظروا عونتوا هذه آية عندهم آية من آيات الإنجيل والله قمة المسخرة أوين ستظهر الحروب فانظروا بالله عليكم هذه آية ولا مقدمة مسرحية المشكلة إن الناس لا أعرف أحيانا المشكلة أن هناك من المسلمين من يصدقون هذه الخزعبلات يعني يعني هذه هذه مصيبة ولذلك كان لابد من إنه إحنا أيضا يكون لنا دور دور نحن إحنا نوعي دور إنه إحنا نعرف وأيضا نعرف بدل ما نشعر بالعجز لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من العجز أعوذ بالله من العجز والكسل الله تعالى يقول لنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى الأصل إذا كنا مؤمنين لا بد أن احنا نستشعر ذا الشيء أخواتي لا أن نستشعره ولا تهزمنا تلك المناظر ما تهزمنا تلك المناظر ولا يهزمنا ذلك التنكيل ولا يخيفنا بل بالعكس يجعلنا نقوى أكثر ويستنفرنا يقدم ما يستطيع أن يقدمه كل واحد يقدم اللي يستطيع أن هو يقدمه الغريبة إنه إنه هناك من يعني يقول إنه ما في داعي أن نتحدث إنه إحنا مع القضية هذه، ما في داعي إنه إحنا يعني كما يقولوا ندافع، يكفي أن إحنا ندعو، وأنا أقول ببساطة ببساطة، إنه الحرب الآن حرب إعلامية، وصدقوني إن الإعلام يلعب دور في القرارات ما صحيح انه ما له قيمه وما له دور الاعلام يلعب دورا في القرارات فكل يعمل بما يستطيع الشيء الثاني الناس اللي تقول احنا ندعو دعاء خفيا اريد اقولهم طيب يا جماعه الدعاء الخفي يلي تقولوا انه احنا ما نكتب وما نقول وما ما يحتاج انه احنا نقول ابى اسالكم سؤال تو انتم لما يموت عندكم حد ما تسويوا هذيك انا لله وانا اليه راجعون تسويوها في الحاله مالكم ايش معنى عقب ليش ما تدعي دعاء خفي ليش ما تكتموا الموضوع لماذا ت... لماذا تظهروا ليش يوم جات القضيه قلت ندعو دعاء خفيا استحوا على وجوهكم يعني هذا من التخاذل والخيبه والخسران والنفاق ومن الجهاله والغفله هذه من الغفله انه انا ما اعبر عن رايي من الغفله انه انا لا اصدح من الجهل بمكان انه انا ما اتكلم على الاقل بدعاء إن لم أستطع بدعاء، وهذا أضعف، وإن كان الدعاء ليس بضعيف، الدعاء سهام قوية، سهام قوية إن كانت هذه إن كان هذا الدعاء صادق، لكن أسير أقول إنه أنا قال سأدعو دعاءً خفية لا. من قال مطلوب منك دعاء خفي؟ من قال؟ هل مطلوب مننا نتقهقر؟ فلنظهر القوة، فليهاب، فلنزلزل ذلك العدو، أما يجي واحد يقول أنا أنا أدعو دعاء خفي، العب بالخفي تبعك. خلي الخفي تبعك لكنك قل انك خائف قل انك خائف وفي ناس تقول لا تتناقلوا هذه المناظر وانا أقولكم للاسف اصبحنا امه هشه نفسيا هشه تعرفوا ايش يعني هشه؟ اقول ما تحمل المناظر خلي المناظر تهزز تهزنا شويه تحركنا خلي المناظر يمكن تحرك ذيك النخوه الاسلاميه اللي فينا لعل وعسى نتحرك أم نقول انا عشان نفسيتي إحنا ما لعبوا إلا في نفسيتنا خلونا نخاف حتى من ظلنا لعبوا فينا لعب وجعلونا مهزوزين نفسيا حتى لدرجة أنه ما نتحمل نشوف المناظر إذا الحين حتى في الأعياد يقول لك ما تخلي الصغيرين يشوفوا الذبح الأضاحي ما تخلوا الصغيرين يشوفوا ذبح الأضاحي خلوا الصغيرين ينذبحوا إذا في فلسطين اقبلوا بذلك لأنشأنا جيل ماله يخاف قيل يخاف نخاف على نفسيته هذا والله من التخاذل والخسران يعني سبحان الله هل معناته أننا أدمن هذه المناظر؟ لا ما قلت إحنا ندمنها لأنه الإنسان لا يتحمل خاصة إذا كان لا يعرف كيف يدير نفسيته في ناس ما تعرف تدير نفسيتها ممكن تدخل في اكتئاب تدخل في إلى آخره ما قلنا ندمنها ولكن كن واعي بما يحدث حولك كن واعي شوف اللي جالس يصير تحرك قل كلمه فليكن لك دور اعرف انه هذه المواقف هي مواقف اختبار لك حتى لو كنت انت ما في المكان نفسه لكنه اختبار لك هل ستقول كلمه الحق ولا تصمت هل ستنفق مما رزقك الله ولا ايش ولا تتراجع هذا ما تقول انه انا ما لي علاقه لاني انا اكل واشرب انك لا تضمن ما تضمن اليوم أنت بخير لا تعلم يعني الله تعالى يبدل الحال لذلك الإنسان عليه أن يعرف ها مواطن الاختبار إحنا في موطن اختبار في هذه الفترة إحنا في اختبار أنا وش أسوي في هذا الاختبار ما الذي يجب عليه فخلونا كذا ها اليوم شوية يعني نوسع الإدراك وأنا مثل ما قلت لكم أعرف 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 إنه ما شاء الله تبارك الرحمن هناك مجموعة كبيرة وطيبة ونقية وصفية تحب الله ورسوله وإلا ما حضرت وإلا ما سعت وإلا ما استنفرت وإلا ما تراخت يعني تبارك الرحمن صلى الله تعالى أن يثبت هذه الأمة وأن يجعل هذا الحراك الإعلامي حراك بعدين يكون ماله حراك جسدي حراك يحركنا للدفاع عن هذا عن عن حق المعتقد الذي نؤمن به والذي عاهدنا الله تعالى بلا إله إلا الله التي تلزمنا بأن ندافع عنه وإلا ما كنا صادقين إذا كنا ما ندافع ما كنا صادقين ما في داعي تقول لا إله إلا الله إذا كنت ما تدافع وتخاف وأنا أقول يمكن هذه القناة إن شاء الله أعلم كل شيء جائز وهذه وحدة من الأشياء الضعيفة إنه حتى المنصات ما تبعنا شفتوا الانهزام اللي احنا فيه حتى المنصات تحتكر حتى المنصات لا نستطيع فيها التعبير لأن ممكن تلغى وتحدث لكن العوض عند الله تعالى والله تعالى كما رزقنا هذا القناة يرزقنا غيرها إن شاء الله ما علينا من حد نقول كلمة الحق نسأل الله تعالى الثبات أول شيء راح نتكلم عن أحداث كذا وحقائق قرآنية فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين هم أحفاد القردة هم احفاد القرده احفاد احفاد القرده مالهم كالعاده كالعاده خونه يخونون العهد ما بينهم وبين الله يحرفون كتاب الله والناس اللي كانت تحضر معانا التدبر في سوره البقره تكلمنا كثيرا عن صفاتهم وعن تحريفهم وعن تلاعبهم بايات الله وعن خبثهم وعن أن فيهم كذا خسية يعني نفسهم كذا ما ولذلك الله تعالى خلاص وإذ تأذن ربك ماله ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب هيجي يوم ويعذبوا ولذلك الله سبحانه وتعالى حكم حكم عليهم أن يكونوا متفرقين في الأرض وقطعناهم أمما في الأرض أمما ممزقين شوية في أوروبا شوية في بلاد العرب شوية في أمريكا شوية في هنا وهنا وهناك ممزقين ومع ذلك شوف الله تعالى وكرمه يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات الله تعالى حكم عليهم انهم يكونوا ممزقين موزعين وشوفوا الله تعالى ماذا يقول لنا ايضا في هذه الايات وانا ذي الايات ان شاء الله راح اعطيكم كذا ملاحظات ومعلومات عن هذه الايات نستكمل هذه الايات في مجموعه من العبارات كذا عشان نفهم تاريخهم وايضا حتى نعرف حقيقه جدا مهمه وهذه الحقيقه طبعا احنا نعرف انه كتاب الله تعالى لا ريب فيه هيكون هدى لمن؟ للمتقين. المتقي بس هو الذي يؤمن بهذا الكتاب ويصدق ما فيه ولذلك يستمد منه القوة. إن شاء الله هذه الآيات هتمدنا بالقوة بإذن الله تعالى. القوة اللي تخلينا نتصرف صح، نتصرف بحكمة بإذن الله تعالى. وقضينا إلى بني إسرائيل مالهم لتفسدن. لهم في الأرض مرتين. أعوذ بالله. ولتعلن علوا كبيرا. مرتين هيفصدوا فإذا جاء وعد اولاهما اول مره. بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكره عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا شوفوا شوفوا الآن الآيات ركزوا على الآيات وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا، تاملوا الايه. فاذا جاء وعد الاخره النهايه، احنا تكلمنا قبل ماذا تعني الاخره. الاخره يعني النهايه. بالله عليكم، تعرفوا كم عددهم الان الاسرائيليين او الصهاينه في في الاقصى وفي فلسطين أكثر من سبعة مليون اجتمعوا في فلسطين وشردوا أكثر من 16 مليون فلسطيني تخيلوا أخرجوا 16 مليون فلسطيني من أرضه متبقي فقط 4 ملايين وشوية من الفلسطينيين 4 ملايين بس و ملايين اجتمعوا من بقاع الأرض هم من اليهود تم تجميعهم وهم تعرفوا تعرفوا عندنا ذاك المثل المثل العماني اللي يقول قرادة شاوي عمرها لأن الله تعالى كلامه حق كلامه حق هينفذوه هينفذوه لأنه حكم محكوم عليهم شوفوا كيف أنه أصلاً لا بد أن يجتمعوا في مكان واحد لماذا؟ حتى يسهل القضاء عليهم لأن لو كانوا متفرقين هتقتلوا شوية هنا هنقتل شوية هنا ما يخلص لكن أفضل لما يكونوا مجتمعين في مكان واحد ولذلك من يقرأ القرآن سيعرف أن القرآن حق لماذا؟ لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن لهم مرتين انزين وهذه الم... يعني المره وبيجي وبيدخلوا مره ثانيه بيدخلوا وين؟ يدخلوا ال... ال... الاقصى او في مكان يجتمعون فيه يجتمعون فيه اغلبهم او كلهم او اكثرهم حتى ماذا؟ حتى تكون نهايتهم حتى تكون نهايتهم لاحظوا عددهم سبعة مليون سبعة مليون مجتمعين في فلسطين العصيان جزاؤه التمزق في بقاع الارض، لاحظوا ليس لهم موطن وأساسا أساسا هم شعب مكروه شعب مكروه معروف عنه فيهم الخسة وفيهم قباحة الخلق، فيهم النرجسية والكبر فلا يحبون الخير لأنهم عندهم هذا المعتقد أن إحنا شعب الله المختار فيتعاملون مع الناس بفوقيه. مع انهم لو تفكروا، لو كانوا بس يتفكروا لعرفوا انهم لم يرتاحوا الا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحصلوا على حقوقهم وعلى الكرامه الا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا من يقاتلون الان. يقاتلون دين محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا شوفوا الخصيه اللي فيهم. بعضهم صالح وبعضهم دون ذلك مهانين مكروهين ليش مكروهين؟ مثل ما قلنا فيهم أسوأ الصفات التي يمكن أن تكون بل إن فيهم الصفات التي اجتمعت في إبليس ولذلك هم أعوان إبليس بل قيل أنهم بل قيل أنهم لهم 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 أماكن يجتمعون فيها مع إبليس تخيلوا ذي الدرجة عندهم أماكن يجتمعون فيها معهم يعملون بالسحر والله تعالى قادر أن يبطله إبليس مشتغل معهم ومن يتعاون مع إبليس إلا أعوانه ومن يتعاون مع إبليس إلا أعوانه أيضا يعطى يعطي فرصة يعني شوفوا أيضا من كرم الله تعالى يعطي فرصة عاد إذا حبوا ولكن الله تعالى قال انه هترجعوا وهتتجمعوا ولما تتجمعوا هيكون عندكم اموال وبناء وعمران ودعم هتدعمكم من اللي يدعمهم الذين كفروا اللي هم قوم تبع اللي ما عندهم شخصيه هم الذين كفروا عارفين عمارهم يدعمونهم وتنطلي عليهم الاكاذيب ويذرفون دموع التماسيح دعم شوفوا لاحظوا لاحظوا الأشياء كلها تحدث الآن ولا ما تحدث الآن قال ستحدث ولا لا ألا تحدث هذه الأحداث الآن شوفوها. تجمع نهاية اليهود تكون بتجمعهم في بقعة واحدة وبعد تحقيق العمران والقوة والجيش لذلك هذا مو معنى هذه ما يحدث الآن علامة صريحة واضحة أفي الله شك؟ ها؟ أفي الله شك؟ متجمعين في مكان واحد صار عندهم عمران، صار عندهم جيش، صار عندهم من يدعمهم، من يدعمهم الذين كفروا؟ الذي يدعمهم الذين كفروا يا سلام وبعدين؟ ها أبشر أيش قال الله تعالى؟ تعالى نرجع الآية هذه نشوف ماذا يحدث؟ قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم هيسودوا وجوهكم وهيدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره، متى دخلوه اول مره؟ في زمن عمر بن الخطاب. ولكن اول مره كان داخلين عشان كان اللي مستحل الاقصى كانوا الدوله الرومانيه. ولكن هذه المره هيدخلوا عشان ويش؟ عشان إيش؟ عشان يغيظوكم، عشان يبهدلوكم، عشان يمحوكم، عشان يدلوكم ويطردوكم. كل العلامات الله تعالى أخبرنا بها في الآيات. يعني قال ستحصل الآن، فأبشروا إن النصر قريب. خلاص. باقي إيش؟ باقي إحنا نتحرك. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إنه في عباد. عباد هم اللي راح يفتحوا عباد الله من هم هذا عباد الله من هم الذين سيفتحون عشان احنا نعرف هل نحن منهم ولا لا جماعة الخير لأن الله تعالى إذا إحنا ما كنا منهم ترى عرفوا أن الله تعالى سيستبدل غيرنا ويجيب من اللي أحسن عنا هذه فرصة فرصة أن نثبت حقيقة الإيمان أن نصدق فيها فرصة فرصة اختبار لا يقول لك وانا ادعو دعاء خفيا انت ما باغي طلب دنيوي الان انت هنا تثبت حقيقه ايمانك انت ما جالس تطلب ذريه ولا تطلب بيت بيت شعبي ولا بيت معرف ولا تطلب فلوس انت تدافع عن كلمه الله تدافع عن كلمه الله فلا يجب ان يكون هذا الدفاع ماله متقهقر ما يجب ان يكون الدفاع ماله خايف متراجع حطوا الآيات في مكانها الصحيح عندما تكون المسألة فيها كلمة الله فيها لا إله إلا الله فليصبح لأن الله أكبر أما أن إذا أنت باغي تدعي بذرية باغية كما نبينا زكريا ادعو دعاء خفية افهم مواضع الدعاء افهم مواضع الدعاء طيب الآن عندنا ثلاث دلائل على انه نهايتهم قربت، الاولى تجمعهم في مكان واحد ولذلك استبشروا استبشروا. طب يا امل ترى في ناس جالسه تموت. مستشفى توفى فيه اكثر من الف شخص. لكل شيء ثمن وهنيئا لمن اختاره الله ان يكون من الشهداء. هنيئا هم محظوظون ان يختارك الله ها ويسخرك ويسخرك لأجله، أنت محظوظ التوسع والعمران والدعم من الذين كفروا، وهذا حدث، وأخيرا زيادة الظلم وارتفاع مستواه، جالسين يعيثوا في الأرض فساد حتى يصل يصل إلى مرحلة ها يصير فيها عندنا إيش؟ القلوب تصل إلى الحناجر من الحرقة والغضب هذا اللي احنا نحتاجه يقول لك وين ما تشوف الصور ولا تسمع الاخبار انا كيف اعرف كيف يثور دمي كيف اتحرك كيف احس كيف احس مجرد اسمع اخبار خلينا أشوف واعرف لماذا عشان اثور لا عشان اثبت ها عشان احقق الصدق في عبادتي لله تعالى وكل حسب مكانه يعني ما مطلوب تو انه الحريم مثلا احنا خلي الحريم اللي حاضرات معانا الله يبارك فيهن ويسعدهن ويرضين يروحن متحزمين ولابسين لباس الحرب ونروح لا 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 كل سيبتلى حسب مكانه كل حسب مكانه وكل حسب ما يستطيع لأن الله تعالى لديه قاعدة ولديه سنة لا يكلف الله نفسا لا وسعها كل حسب ما يستطيع وكل حسب ما مكانه وكل حسب ما سخره الله تعالى كل واحد كل واحد حسب ما يستطيع ما تقول أنا ما أقدر أسوي شيء والله حتى ذلك المريض الذي ينام على السرير يستطيع يستطيع أليس دعاء المريض مستجاب؟ إذا يدعو يستطيع حتى ذلك المريض ما يقول ما بيدي حيله، اياكم لا تهنوا ولا تحزنوا. لا تهنوا ولا تحزنوا تقولوا اخ ما بيدنا شيء، بلى عندنا، من قال ما عندنا؟ عندنا الله تعالى. من قال ما عندنا؟ لماذا هذا التقهقر ولماذا هذا الضعف؟ وبصراحه يمكن اكثر شيء مزعج اكثر شيء مزعج في الحسابات تلك التعليقات السلبيه اين فلان واين فلان واين فلان؟ ما عليك من فلان وفلان انت ادي دورك افعل ما عليك الله تعالى عندما خاطبنا قال لا تهنوا ولا تحزنوا كلنا ما قال فلان وفلان ما خصص صحيح ان هناك من لهم من بيدهم القرار لكن حقيقه الايمان هذا قراري انا الشخصي حقيقة الإيمان قراري الشخصي قراري الخاص أنا ما أنتظر حد يعطيني أمر عشان أتكلم ما أنتظر عشان أتكلم هذا قرار يفترض ماله ينبع من داخلي طيب من هم المؤمنين تعال نشوف الجماعة ذي واجد مهمة وفي سورة الأنفال تبدأ الآيات تخبرنا تسلسل كل شيء، بغي تحققوا النصر؟ الله تعالى يقول تبغي تكونوا ناجحين في هذا الإختبار؟ وسؤال أوجهه للجميع الآن، تبغيوا تنجحوا في هذا الإختبار؟ ترغبون حقاً بالنصر؟ تريدوا الله تعالى ينصركم؟ تريدون أن تكونوا الأمة التي تشهد هذا الفتح؟ عليكم بما قال الله تعالى في هذه الآيات، تعالوا نشوف ماذا قال الله تعالى يسالونك عن الامثال سوره الامثال تعني الغنائم والله تعالى ماذا قال قل الامثال لله والرسول ايش يعني يعني انا اقول لكم اياها ببساطه من اختصار باختصار ان لم تكن غايتك هو الله تعالى ولم يكن هدفك في ذا كله الله تعالى ها اعرف انك انت خسران الهدف الأول للنصرة هو الله تعالى، إعلاء كلمة الله تعالى هو تصديق الإيمان. ما هدفي أضارب أقاتل، لا هدفي هو تصديق الإيمان. ولذلك الفكرة ليست طلباً لأشياء دنيوية. وليس عشان أفرح إنه أنا استفزيت العدو، لا لا لا. إحنا عندنا شيء لابد أن نحققه، معتقدنا. معتقدنا الإيمان اللي يفترض نشتغل عليه هو هذا اللي يفترض يهزنا يحركنا طب من هم المؤمنين يا رب شوفوا التوجه إنما المؤمنون يلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم مال إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يقول لك إيش ما تشوفوا ما تخليهم يشوفوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إيش يعني وجلت يعني خافت خشعت ذكرت خضعت وإذا تليت عليهم أي آيات أي آيات آيات مقروءة وآيات منظورة اللي جالسين نشوفها الآن أليس آية الحرب الآن الآية هذه الله تعالى ما تكلم عنها ما تكلم عن إن الله تعالى قال هيجمع اليهود في مكان واحد تليت الآية ولا ما تليت إيش تخلينا هذا نشعر بماذا الحمد لله أننا مسلمون ما صح الحمد لله أننا مسلمون وهذا يخلينا ماذا بإذن الله تعالى إنا على ربنا متوكلين إحنا إن شاء الله متوكلين طب ايش يسوي؟ الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. ثلاثه اشياء تميز المؤمن، يلا الواحد يشوف نفسه لما شفت لما شفت هذه الاحداث كيف فكرت؟ موقف بالك؟ ما الذي خطر في بالك؟ ايش اللي تحرك في داخلك؟ تحركت الغيره؟ تحركت الحميه تحرك الايمان نطق لسانك بالدعاء الصادق ها دعوت ولا جلست تقول ايش؟ ما بيدي حيله مو اقدر اسوي لا المؤمن ماله؟ يزيدهم ايمان فاذا زادهم ايمان نطقوا باسم الله واتصلوا على طول ايش قال؟ الذين يقيمون الصلاة على طول يتوجهون إلى الله تعالى لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الصلاة والاتصال الصلاة والاتصال تدعم القوة والثقة تخلينا واثقين تخلينا مالا أكثر قوة نتغذى بالصلاة لذلك يا حبيباتي ويا من يحضرنا اليوم الزموا الزموا الصلوات الزموا الدعاء ليش احنا قلنا واللي, واللي كان يتابع يتذكر اني دائما اقول ان الدعاء اذا كان من اجل بناء الثقه فالزمه اذا اذا كان الدعاء والصلاه عشان ابني ثقه وعزز الثقه الايمانيه في داخلي لماذا لانه اذا تعززت الثقه الايمانيه في داخلي ها تخلصت من الخوف تخلصت من الخوف ما خفت ما تراجعت ولا نطقت بالحق الذي يقدرني الله تعالى عليه ما خاف ومما رزقناهم ينفقون تتذكروا في سوره البقره تكلمنا التوكل ايمان غيبي شوفوا الذين يؤمنون بالغيب التوكل في البدايه والذين يقيمون الصلاة وآخر شيء قلنا مالهم ومما رزقناهم ينفقون والحلوات الجميلات اللي كانت يحضر معانا التدبر يعرفنا هذه الآيات معرفة جيدة وواضحة عندهم الآيات وعارفاتنها تمام المعرفة احنا عارفين انه كلمة انهم ينفقون أي ان يكون لهم حركة يتحرك ما يجلس طب ايش يسوي ايش عندك انت عندي قناة استخدم قناتك عندي حساب استخدم حسابك عندي أفراد أدرسهم استفد درس هذلك وعيهم حثهم عندي بيت وفي أسرة يا أخي ثقف أولادك علمهم عن هذه القضية تراضعوا شوفوا شوفوا إحنا إيش اللي اخترب فينا نبدأ نصلح مو مخربان فينا عشان نصلحه نرجع مرة ثانية نصلح نعيد بناء الأمة مرة ثانية عشان تكتمع عشان تجتمع، ما نقول مو اسوي. كل حسب كنتي ام او كنتي موظفه او ايا كان مكانك، كنت أبا او ايا كان ما كنت. تستطيع تستطيع انك ايش؟ تحرك هذه القضيه بما اعطاك الله تعالى، لان الله تعالى مو قال: ومما رزقناهم ينفقون، ما تقولي انا يعني ما عندي الا الدعاء، من قال انه الا الدعاء هذه يعني حاجه بسيطه في نظركم حاجه بسيطه الا الدعاء لا ليست بحاجه بسيطه انتبهوا ما حاجه بسيطه ابدا فحركه السعي يعني انه انا اتحرك بما اعطاني الله تعالى من امكانيات ايش عندي انا انا واحده شاطره في التصميم يلا صممي صممي وحطي التصميم خلي ينتشر تعرفوا انه هذه الاشياء هذه الاشياء يعني تراها ترعبهم تخيفهم هذا التوحد هذا الاتفاق يرهبهم انتم على بالكم هم يعني مرتاحين والله انهم لا ينامون مزعزعين خائفين يظهرون يظهرون ماذا؟ يظهرون القوة ولكن في واقع الأمر جبناء لأنهم أصلا ما يحاربوا إلا من إيش؟ من بروق مشيدة ما يقدروا يحاربوا وجها لوجه جبناء يضربوا بالصواريخ في اقبل منهم؟ في اقبل منهم؟ ما في اقبل منهم ولو كانوا صح ولو كانوا صح لكانوا دخلوا برا ما لين هم ما؟, ما عارفين عمارهم وفزعانين وخايفين لانهم عارفين انه هذا الشيء آه، هذا الشيء سيتم تدميرهم يعني قبناء لماذا قبناء في رايكم؟ لانهم عارفين انهم ما على حق اللي يعرف نفسه انه ما على حق لانه اصلا صاحب الحق يدافع عن حقه لانه يؤمن انه حقه ما يخاف هو مؤمن انه حقه تعرفوا انا لما اؤمن شوفوا اؤمن اؤمن بالحق ما اتراجع ولذلك هم عارفين انهم هم ما ما عندهم حق هم عارفين انه الذي ادخلهم كان طمعهم كان ايش؟ كان كبرهم، كان ظلمهم، كان كفرهم، هو اللي مدخلنهم. المؤمنين عندهم ثلاث صفات على مستوى الشعور عندهم ثقه وتوكل وعلى مستوى الافكار متصلين بالله تعالى ويحسنون الظن به ويستمدون القوه من خلال هذا الاتصال، ايضا على مستوى السلوك كل يعمل وفق وفق ماذا؟ وفق ماذا يعمل؟ وفق ما اعطاه الله. شوفي أنت وش وش من الإمكانيات عندك؟ وش من الإمكانيات عندك؟ ماذا لديك من إمكانيات تستطيع أن تخدم به هذه القضية؟ ما حد يقول اه أنا أنا يا جماعة ما عندي شيء أنا يا جماعة إيش ممكن أسوي؟ لا تستطيع تستطيع كل من مكانه والناس اللي تقول لا أعرف ماذا أفعل أقول لها ببساطة اسأل الله تعالى اللهم اهدنا لأحسن الأعمال اهدنا ودلنا كيف كيف ننصرك يا رب دلنا واسأل الله تعالى بصدق اسأل الله تعالى بصدق وحدة ما تقول أنا ماذا أفعل لا 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 تجالس العجز ولا الضعف ما حد يقول أنا ضعيف وعاجز من قال ان احنا ما نتألم نتألم لما نراه؟ واصلا هذا الالم نبغاه هو اللي يحركنا. خليه هو الحراك هو هذا الالم اللي شويه بيخلينا ايش؟ يمكن نصحى. يمكن نصحى من الغفله اللي احنا فيها، يمكن نسأل الله تعالى انه يجعل هذا الامر هو اللي وحدنا جالسين نتضارب مذهبية وطائفيه وخرابيط ونحن تجمعنا كلمه لا اله الا الله. ما في داعي. يمكن هذا الالم يحرك شويه الضمير اللي عندنا فكلنا نعرف الله تعالى يبتلينا وفي كل ابتلاء حكمه كل الابتلاءات حكمه ايش الحكمه؟ هذا ابتلاء الحرب بالذات بالذات لما الله تعالى يقول: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، شوفوا شوفوا المؤمن، شوفوا المؤمن لما الله تعالى يكتب له امر ينفذه ما يجادل ما يجادل لماذا لانه يعرف انه الحق وهو يؤمن بالحق ويعرف ان الله تعالى ما يامر بشيء الا ايش وفيه الخير لكن اللي يجادل واللي يقول طب طب نرجع الى طاوله السلام نرجع إلى أحاديث السلام، بالله عليكم ترى هذا قوم ما يحبوا السلام، كيف يعني نجلس معهم على طاولة السلام؟ أي منطق ذا؟ يهدمون يهدمون البيوت على رؤوسنا، أي سلام؟ ها؟ في شاعر يقول هل تقبل أن تفقع يعني عينك ويحطوا لك من بدلها جواهر؟ في تعويض؟ هل يمكن أن تعوض الأشياء التي تفقد؟ ما فيه. ولذلك الخائن ماله والضعيف والمضعضع إيش يقول؟ خلينا ها خلينا نفتح أحاديث سلام. خلينا نفتح أحاديث سلام. افتح أحاديث سلام. افتح أحاديث سلام افتحن أحاديث السلام. أتلقى السلام. على قولة من باقر غبشة عشم إبليس الجنة خمسة وسبعين سنة وهم يحتلونكم ويمثلون ويمزقون ويعربدون يقول لك أحاديث السلام ويجادلون أحسن شوية نعمل سلام هذه ما فيها مجادلة هذه فيها شيء واضح هنا هذه فيها شيء واضح والله تعالى يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أيها لكم وتودون ها غير ذات الشوكه تكون لكم، الله تعالى ايش يريد؟ يريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر ماله، دابر ماذا؟ الكافرين. كيف نقضي عليهم ذلك في هم ايش يتكلموا عن المسلمين؟ اننا احنا ارهابيين وانه احنا قتله وانه احنا كذا وانه احنا كذا. بالله عليكم لو رجعوا إلى التاريخ لوجدوا لو أن الإسلام بدأ بالسلم متى بدأوا يحاربون؟ متى بدأوا يحاربون؟ عندما حُربوا عندما أوذوا كان لازم يدافع عن نفسهم لابد ما كان في حل آخر لأنه لماذا؟ لأنه ما توقفوا فأنا واجب علي الآن أن أدافع عن المبدأ الذي أؤمن به مثل ما هم يدافع عن المبدأ الذي يؤمنون به أنا أيضا والله تعالى أمرني بذلك خلاص ودافع ما دام قلت لا إله إلا الله إذا أوامر الله تنفذ لا نقاش ليحق الله الحق، ليش؟ يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون نحن نكره ما نرى من أحداث ولكن هناك حكمة، حقيقة إيمانك تظهر في الزلزلة، يعني إذا كنت تجادل وتقول أنا ما أريد أتابع أنا وحدى اللي فيّ مكفّني أنا خليني أركّز أنا ما أعرف إيش ما قلنا ما نركّز ما قلنا إحنا ما نكمل حياتنا بالعكس نكمل حياتنا ولكن يجب أن يكون هذه أيضاً وحده من مسؤولياتنا وحده من الأشياء اللي تدل على حقيقة الإيمان ما مطلوب منك تشل العده وتروح كان عندك خنجر في البيت ولا عندك سكينه وتروح تخرج خارج، لا ما مطلوب منك هذا الشيء. اظهر بما تستطيع. احقاق الحق واعلاء كلمه الله هو الاصل في المساله ذي كلها، ما له علاقه لا بارض ولا بجنسيه ولا باي شيء. الانتصار هنا يكون ماذا؟ لله، عرفت الان؟ عرفت الان لماذا يكون الانتصار؟ قال الله تعالى ماذا قال؟ إيش قالنا في البداية يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول أيوه ما عشان الأرض ما عشان الجنسيات لا, لا عشان كلمة الله تعالى عشان كلمة الله تعالى ثم ماذا يخبرنا الله تعالى إذا اشتدت الغمة ارتفعت الأصوات تدعو فيأتي المدد إذ تستغيثون ربكم الله بالله عليكم ألسنا الآن في غمة؟ ألسنا الآن في غمة؟ ما نبغى نصر الله تعالى؟ ما نبغى هذا المدد من الملائكة؟ ما نبغى مدد من جنود الله تعالى؟ تؤزهم أزا ويربط الله تعالى على قلوبنا؟ ها إذا ماذا يجب أن نفعل؟ استغيثوا، تعرفوا إيش يعني تستغيثوا؟ يعني أخرجوا الدعاء من قلب قلبكم. دعاء المضطر. دعاء الذي يعلم انه لا ناصر الا الله. ما ادعو دعاء يا رب الله يرحمهم، الله ينصرهم ادعو يعني استغل وقتك اجعل كل كل صلاتك دعاء لها لهم تكلم تحدث حتى الدعاء مستكثر النوم. ترى هذا والله من الخذلان يعني حتى الدعاء ما ندعو يعني ما شاء الله في ناس ما شاء الله تبارك الرحمن لا يتوقفون لا يتوقفون وانا لا اتكلم عن الناس اللي تهاجم الناس في الحسابات هذولا هذا, لا خ... هذا لا ما عندهم حكمه الذين يهاجمون الناس وانتم متخاذلين وانت صاحب الحساب ما تتكلم وانت هذا هذا من الخذ هذا كلام فاضي انت افعل ما عليك لا تراقب الاخرين افعل ما عليك ما مطلوب منك شيء اخر آه هناك سر نفسي وبنتكلم عن الأسرار النفسية بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل هناك ثلاثة أسرار نفسية لا بد أن تكون موجودة يعني باغيين النصر ثلاثة أشياء عززها في نفسك عززها في نفسك وعززها في اللي حواليك بما تستطيع إيش هو؟ رقم واحد اعرف إنه عشان تنتصر لا بد أن تؤمن والايمان يعني ايش؟ ثقه ما ينفع مع الخوف. انك تكون خايف ما ينفع. ما يفتح الامه الخوف ولا المتردد ولا اللي مو سوي ما اسويه ما بيدي حيله، العاجز هذا ما ينفع. من يريد النصر ماذا يريد؟ مؤمن. والمؤمن ايش خلقه؟ المؤمن مالهم؟ المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قالوا إيش حسبنا الله ونعم الوكيل شفتوا كيف ردهم ثقة تامة بالله تعالى ثقة يتقدمون غير متقهقرين ما يقولوا ذي المباغين يسويوا فينا أيضا القيمة هل تستشعر قيمة الإيمان يعني أنت اذا كنت ما حاس بقيمه ما يحدث واهميه ان تدافع عنه اذا انت ما عندك هذا الاحساس وما حاس بقيمه انه انت تدافع عن كلمه الله تعالى معناته انت ما راح تفتح ما راح تكون اذا ما،, ما ما عندك ذاك الانتماء لكلمه الله تعالى لذلك اذا تريد ان تكون لازم نفسيا يكون عندك قيمه حتى معروف الانسان المتزن الانسان المتزن الواثق من نفسه ماله اصلا عنده قيمه عليا ما هي قيمه العليا القيمه العليا للمؤمن ها قيمه العليا للمؤمن قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين هذه قيمه المؤمن هذه هي القيمه العليا كله لله اذا انا ما عندي هذه القيمه ما راح اقدر الشيء الاخر الاداره ايش يعني الاداره يعني لما اشوف هذه المناظر ولما اشوف هذا العنف لما اشوف هذا الظلم ما اخلي زعزعني ما اخلي خوفني وانما ماذا ها يجعلني اتصل بالله تعالى اكثر ما اضعضع ما اقول يا ويلتاه ماذا افعل ما اقول ذا الكلام لا اتضعضع وهنا اداره لذلك اذا تريدون انتصار خلينا نعيد بناء ايماننا خلينا نعزز قيمه لا اله الا الله في قلوبنا، خلينا نتحكم شويه وبلاش هشاشه نفسيه هشاشه نفسيه، قال لك لا تشوف هذه المناظر لانه في بلاش هشاشه نفسيه، المساله لا تطلب هذا الهشين النفسيين هذول صحيح احيانا يكون الانسان يعني ما في ارادته اعرف ان هناك من المرضى ليس بارادتهم انا ما اتكلم عن المبتلى لكن اتكلم اللي يقول انا ما اتحمل خشوشن شويه اما انا ما اتحمل خشوشن ها لانه اصلا الدين لا ياخذه الا من الحازمين ما يؤخذ هذه الكلمه ما يدافع عنها الا الحازم اللي يعرف يدير مشاعره يتحكم فيها وايضا ايش كلمه يتحكم؟ يعني ما يحركه الغضب وانما يحركه الحكمه. ايوه لانه البعض للاسف قال يحركه الغضب والغضب ما يوصلك نتيجه، تنبح مكانك ما تسوي شيء، تصرخ 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 ولا في ناس بس متخصصين يدخلوا على مواقع الناس ويشتمون الناس. وقال لك هم يدافعون طب انت وش جالس تسوي بدل ما جالس تتهم الناس بانهم هم منافعين بانهم هم ما يعبروا عن القضيه انت روح واجلس ودعي اعمل ما عليك ليش جالس تحاسب الناس هذا ما فيها حكمه الاداره يعني انه انا اتصرف صح المؤمن مفروض يكون عنده حكمه يعرف كيف كيف ماذا؟ كيف يحقق الصدق؟ كيف يحقق الصدق؟ ويعرف يعرف كيف يصل إلى الحق ويزداد إيمان من خلال ما يرى خطورة التراجع شوفوا كيف ننهزم أول حاجة تخلينا ننهزم نتراخى نصبر شوية ننتظر شوية جالسين مكاننا نتفرج ها جالسين نتفرق ان شر الدواب عند الله الصم البكم مالهم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لكنهم مالهم جالسين ما حد يتحرك هذه ايش بتخلينا منهزمين متراخين تتراخى عن الدعاء حتى الدعاء تتراخى عنه حتى الدعاء جالس تفكر أدعي ولا ما أدعي مو أفيدهم حتى الدعاء هذا من التراخي وهذا يجعلنا في المنهزمين أيضاً الخيانة والانشغال بالدنيا معلش أنا أعرف أنه مهم جداً يعني إذا حد يسأل أنت جالسة بس عشان هذه المحاضرة لا أنا يومي أكمل عادي عندي مهام عندي أعمال أقوم بها عادي صلوات عبادات أعمال مهام أشياء نقوم بها ما قلنا نترك أعمالنا، لكن في نفس الوقت الموضوع هنا قضية، قلنا قضية إيش؟ قضية نؤمن فيها. فما تشغلنا أعمالنا وأشيائنا. هم هم جالسين تخيلوا يعني متفرغين يدفعوا الفلوس. أنت مشغول أنا ما فاضي، ما فاضي، والله تعالى بينصرهم، والله تعالى بينصرهم، طب أنت تتحرك؟ ألا تريد ألا تريد أن تفوز؟ لذلك فلنتطهر من تعلقنا بالدنيا. اعرفوا أن مثل هذه المواقف هي كشف لحقائق القلوب. إيش قال الله تعالى؟ ليميز لي ليميز الله مال الله الخبيث من الطيب. وبعدين كل الخبيث كذا هيتجمع مع بعض. الخبيث كله هيتجمع مع بعض، انتظروا بس، انتظروا كل هذه الاحداث جالسه تترتب صبرا صبرا الصبر يحت النصر يحتاج الى صبر انتظروا الله تعالى جالس يجمعهما مع بعض هيجي هيجي هذا يدعم وهيجيب جنوده والثاني هيجيب جنوده احلى حاجه خليهم يتجمعوا في مكان واحد ايش الله تعالى يقول ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمهما جميعا في جهنم خليهم يتجمعوا انتظروهم صبروا بس ولذلك ولذلك خليهم يتجمعوا فليمكروا ويمكر الله والله خير الماكرين خليهم يفعلوا ما كل هذا الله تعالى ماذا يخبرنا به ما تخافوا ايش يسوي ان الذين كفروا ما لهم ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها شوفوا ايش يصير بعدين ثم تكون عليهم حسره ثم ماذا ثم يغلبون ابشروا ما جالسين ينفقوا ما جالسين يدفعوا ما جالسين يشتروا صواريخ ما جالسين يدفعوا حال حرب اعلاميه ترى كلها بفلوس ما في شيء ببلاش ما جالسين يشتروا دعم الامم الخسيسه صح ولا لا ما جالسين يسويوا ذا الشيء جالسين خلاص يقول لك هذا الانفاق ما تخاف ثم تكون عليهم حسره ما انه ثم انه هيكون حسره عليهم كل الايات تخبرنا بذلك اطمئنوا النصر قريب ما تشكوا ما تزلزلكم ما تزلزلكم ما تزلزلكم احبتي الاحداث لانه الاحداث ظاهرها مخيف ولكن بواطن ما يخيف هناك ثمه خير. في خير موجود بس احنا يحتاج ها هذا العيون شويه وهذا القلب ماله؟ شويه يعني نزيل عنه الغبار. استمرارنا تراه في الخذلان دليل على ايش؟ مشكله في قلبي انا. يعني اللي يقول لي انا ادعو لهم دعاء الله تعالى يعلم اني انا ادعي لهم، سامحني عندك مشكله انت. لانك لا تصدح بالحق الحق ماله يبغى له ماله يصدح الحق ماله يصدح به فاصدح يصدح به ما خفيه قلنا الخفيه اذا انت لك حاجه عند الله تعالى تتكلم بالادب مع الله تعالى لانك تحتاجه لكن هنا انت مطالب ان تدافع لأن هذه من ضمن بنود العهد والميثاق بينك وبين الله. ما دام قلت لا اله الا الله، انت ما تريد الجنه؟ ما تريد الجنة ولا لا اله الا الله تعالى بس يعني نقول لا اله الا الله ونحط رجل على رجل لا الها ثمن الها ثمن المسألة ولذلك شوف قلبك ماله ايش مشكلته اما النصر الالهي فله اشكال شوفوا شوفوا ايش النصر اللي بيجي النصر سياتي متى اذا انتم بالعدوة الدنيا ها وهم بالعدوة القصوى شوفوا 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 لاحظوا الأحداث يضربوكم من فوق ها؟ يضربوكم من فوق والركب أسفل منكم يا 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 إلهي ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ماذا ولكن ليقبل الله آه أمرا ما لو كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك مو يحصل الان ويحيي من حي عن بينة وان الله لسميع عليم، الله تعالى شايف هذا كله. ثم ماذا يا رب؟ هيورينا اياهم ماله قليلين. هيورينا اياهم قليلين هيعزز فينا الثقه وهنشوف انهم هم ولا شيء. ايش يخليهم؟ قليلين. ثم ماذا؟ ثم الله تعالى يوصينا يقولنا ايش؟ اثبتوا اثبتوا يعني الله تعالى يثبتنا اسالوا الله تعالى الثبات واذكروا الله كثيرا شفتوا؟ واذكروا الله كثيرا اين ذكرك لله في هذه الازمه؟ في هذا الابتلاء في هذه الزلزله هنا بت... هنا هنا ذكرك لله تعالى أشكال النصر أول شيء الله تعالى سيرينا أعداد العدو هذا لو اجتمعوا كلهم وكانوا مئات الآلاف فهم لا شيء أيضا يثبتنا وسأل الله تعالى الثبات هناك أمة تحب الله تعالى ورسوله ثابتة ثابتة بس انتم صبروا أنتم فقط اصبروا ذكر الله تعالى الكثير لاحظوا وأهل فلسطين من الذاكرين واكثر الناس حفظه وعندهم ما شاء الله من اليقين والايمان والثبات. والله اننا نغبطهم على ذلك الثبات. نغبطهم على ذلك الثبات. انا فريق اشراقه روح رغم ما يمر بهم، طبعا انقطع التواصل بيننا وبينهم واحنا عندنا اربعه منهم في فريق اشراقه روح. يعملون من أجل إشراقة روح مؤسسين لإشراقة روح هذه القناة اللي تشوفوها أربعة من غزة واحد منهم قتل له 27 شخص من عائلته الثاني هدم بيته هدم بيته للعلم هو عريس جديد والثالثة نزحت إلى الجنوب والرابعة تقول ليس لنا مستقر من مكان لمكان ومع ذلك كل شوية يرسلون يرسلون يخبروننا نحن كذا 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 طبعا نطمن عليهم أي ثبات بالله عليكم لو حد مثلهم بيقول ما في نبارض ما فينا نبارض الرد ولذلك لو تلاحظوا لو تلاحظوا انه الزعزعه من من جايه؟ من مين جايه؟ الزعزعه من هين الزعزعه؟ من هين جاي التخاذل والعجز؟ من اللي بعيد؟ اما اللي داخل في الموقف تبارك الرحمن ثبات يذكرون الله ما متزعزع يستبشرون بالاستشهاد يفرحون بالاستشهاد اما الخذلان جاي من اللي بعيد اللي جالس تحت المكيف من أراد النصر كان لابد له من طاعة الله ورسوله وإذا الله تعالى قال لك جاهد فمعنى لازم تجاهد طب يا رب كيف جاهد يا رب كيف جاهد وهنا يحتاج نسأل نفسنا هذا السؤال إن الله تعالى لما يقول اصبروا اصبروا ها اصبروا إن الله مع الصابرين صبروا يقول وَأَطِيعُوا الله ورسوله ولا تنازعوا ما تجلسوا كل واحد يتضارب فتفشلوا فتفشلوا ترى التفرق هو الفشل واصبروا ان الله مع الصابرين تعرفوا ايش قالتيني يسويوا في الحرب الاعلاميه يريدوا يزعزعوا يزعزعوا ايش حركه المقاومه يريدوا يعني يقولوا انه السبب المقاومه عشان ايش يخلوهم ايش ما يثقوا فيهم هو عقب من جالس يدافع؟ شوفوا كيف؟ يحاولوا يسويوا زعزعة لكن ركزوا ركزوا من اللي جالس يدافع الآن؟ ولذلك لا تهتموا بما يقال وعرفوا إنه الله تعالى يعني إيش؟ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هذه لهذا للمنافقين إحنا هذا اللي هم خطر علينا هذول المنافقين اللي يقول يا رب يا رب يا رب انصر انصر واحنا نعمل ومن تحت الطاوله جالسين يسويوا شيء ثاني. نسال الله تعالى ان يجعل تدبيرهم تدميرهم ويرد كيدهم في نحورهم، المنافقين قبل ذيل الصهاينه. عقوبه الخيانه والكفر مالها؟ الخيانه ايش يعني الخيانه؟ ها؟ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره. وإحنا احنا تعاهدنا مع الله تعالى الم نقل لا اله الا الله الا نقول لا اله الا الله اذا ايش يفترض ما اخون لماذا لان الله لا يحب الخائنين تعرفوا يعني لا يحب الله الخائنين وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ما تقلق ما تقلق من ذلك لذلك الهزيمة تكون في التراخي والتراجع الهزيمة تكون في التذبذب الهزيمة تكون في خيانة العهد لذلك الراجع أمورنا هذه هل إحنا متذبذبين؟ هل إحنا شاكين في نصر الله تعالى؟ هل تشكون في نصر الله؟ هل تشكون في نصر الله؟ والله يا رب لا نشك بل إنا بك واثقين عليك متوكلين وبك يا رب نستعين قم بدورك في مكانك ليتحقق النصر وأعدوا لهم ما استطعتم شوفوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إيش قوتك أنت يلا كل واحد يشوف فيما أنا قوي لما الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يلا اسأل نفسك فيما أنت قوي يا جماعة الخير كل واحد عنده قوة بس هو ما شايفينها كل واحد عنده قوة استغلها استغلها من قوة ومن رباط الخيمة ما لا ترهبون به عدو الله والله عندما يرون أن هذه الأمة متماسكة ترى هذا الشيء يرعبهم و, و يعني وأنا أقرأ بعض الأخبار يقول لك إنه بدأت الحركة الإعلامية تنقلب ضدهم بغين يخدعوا ينفقون حسرة حسرة هيقلب حسرة عليهم يقول الله تعالى: "وما تنفقوا من شيء في سبيل الله" يلا. "وما تنفقوا من شيء، ها؟ من شيء في سبيل الله، ايش عندك من شيء؟ ايش عندك؟ دعاء ها ماله يوفى اليكم، ما تخاف. منشور وعيت فيه يوفى اليك، لا تخاف. توعية يوفى اليك، لا تخاف. دعاء استغفار صدقات يوفى اليك، ما تخاف. يقول لك ايه؟ واذا واذا وان جنحوا للسلم، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. المشكلة ما يريدوا سلم تراهم. لكن يقول الله تعالى: وما تنفقوا من شيء. يعني شوفوا ركزوا ركزوا لأنه في ناس تقول أنا ما عندي شيء أفعله، لا. لأن الله تعالى قال: وما تنفقوا من شيء. ولو حاجة بسيطة. مقاطعة منتجاتهم، هذا إنفاق، نعم. فضحهم فضح مخططاتهم إظهار حقيقتهم ها تحفيز بعضنا البعض، تحفيز بعضنا البعض، أبنائنا أحياناً يسألون أين الله تعالى؟ يلا مو نقول إن هذا الأمر اختبار. هل تثق بالله تعالى ولا لا؟ وإن لله موعد والله لا يخلف الميعاد ترى النصر له موعد أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى أمر الله فلا تستعجلوا في موعد ما تقلق ولذلك أحيانا أبناء ليش لأنه أبناءنا من هين جايبين المعلومات ترى أبناءنا على فكرة يلتقطوا وللأسف الجيل ما عنده الوعي الكافي محتاجين نوعيه محتاجين إيش نخبره ترى يا جماعة الخير اعرفوا ما لكم وما عليكم من عدوكم من صديقكم وهل يخاف من كان مع الله تعالى نحتاج إلى التحالف والصبر الصبر أساس النصر شوف الله تعالى ماذا يقول فإن يكن منكم ماءة صابرة يغلبوا مئتين خليهم يتجمعوا وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين كلمة التحالف كلمة التحالف يعني خلي شوية الخلافات على جانب خلي الخلافات اللي ما إلها معنى على جانب ما وقتها أنا رأيي صح وإنت رأيك غلط وهذا داخل في هذا كلام فاضي كله الخلافات لا تجمع. خلونا نتفق على كلمة لا إله إلا الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إذا التحالف والصبر نبغى نبغى ننتصر فلنصبر، ما تستعجلون. لكن شوفوا البشارات التي يبشرنا الله تعالى فقط فلنثبت فلنثبت ولا تهزكم. الجهاد والهجره وهنا هذه هذه نقطه يمكن البعض يفهمها انه آه انه معناته انه انا الحين تو انا مثلا ام واروح آه اشيل آه يعني سكاكيني من المطبخ وتحزم واروح لا 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 انتبهوا لنقطه جدا مهمه والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ركزوا ركزوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا ها آووا ونصروا يعني أقدر أنصر بكلمة طب جاهدوا في سبيل الله إيش معناتها جاهدوا في سبيل الله هل ضروري تكون أنه أنا أقاتل هناك من سيقاتل باذن الله تعالى، لكن السؤال هنا هل معناته كلنا لازم نقاتل؟ لا يا اخي جاهد اصلح نفسك حتى تكون صالح للنصرة صالح للنصرة هذول كلهم مالهم مالهم هذول كلهم ايش؟ حال بعضهم البعض، هذول اولياء لبعضهم البعض في السابقين وفي اللاحقين فلنكن نحن هؤلاء اللاحقين إذا أصلح ما بينك وبين الله واجتهد فيه طيب كيف ننتصر؟ قم بدورك بحكمة وأصلح ما بينك وبين الله لا بد أن نتحالف ونجتمع لا بد أن نصبر ونرابط اصبروا وصابروا ورابطوا رابطوا نشجع بعضنا البعض نعزز ذلك لما احنا احبتنا في فلسطين نعزز على الاقل نقولهم لا باس صبرا فان الموعد الجنه نقولهم كلمه ايش كلمه مالها تمدهم بالقوه يحتاجوا الى دعم محتاجين الى تثبيت ما نقولهم ما بيدنا حيله سامحونا ما بيدنا حيله ليش عشان تستثيروهم عشان تخلوهم يغضبوا لا قولوا لهم إنا معكم قولوا لهم إنه إحنا إيش ندعو لكم والدعاء أقوى سلاح كيف أنصر كلمة الله أصلح ما بينك وبين الله تعالى اعرف عدوك اعرفوا كل شيء عنهم ادرسوهم ادرسوا تاريخهم اعرفوا نقاط ضعفهم ترى عندهم نقاط ضعف كثيرة وإذا عرفت عدوك ملكته افضحهم بما تملك من أدوات في المدارس خبروهم من عدوهم اعرف الله تعالى النصير وتخلق بهذا الاسم ايضا اخرج الصدقات اسال الله تعالى واحد اللي يقول ما اعرف مو اسوي اسال الله تعالى كيف انصر كلمه الله تعالى وانصر اخواني في فلسطين ايضا تخلق بالنهج النبوي في الشده ماذا كان يفعل النبي في الشده ماذا كان يفعل النبي في الشده كان يدعو كان يقول ما حد ينصرنا ما حد جاي يساعدنا كان يقول هذا الكلام؟ لا نرجع إلى غزوة إلى الأحزاب لا بد أن نبني التحالفات الصبر هنا أتى أمر الله وليس أتى نصر الله قاطعوهم وقاطعوا منتجاتهم تعلموا تعلموا يا جماعة تعلموا وزكوا أنفسكم وطوروها نحن متأخرين متأخرين شوفوا هذه المنصة للأسف الشديد للاسف الشديد يتحكمون بنا. يتحكمون بنا للاسف الشديد. لذلك فلنطور انفسنا شويه، يعني ليقل لنا اكتفاء ما محتاجين، عندنا ما شاء الله العلم وعندنا العقول وعندنا الناس الفاهمه، ليش ما نركز على انه يكون عندي منصات، تعرفوا ان الصين عندها منصاتها الخاصه بدل الواتساب عندهم برنامج ثاني بدل الامازون عندهم برنامج اخر بانهم يعني يعني بانهم ماذا بانينهم مجتمعهم الرقمي احنا لما نقول نتكلم نترى المشكله المشكله انه لا بد ان نتكلم بذكاء احنا ما المطلوب منا احنا نطلع ناس همجيه ليس الاصل انه نطلع ناس همجيه وانما الاصل انه نطلع ناس واعيه اي مشكله ما دام المحرك الخوف حبيبتي رقيه فالله المستعان ما دام المحرك الخوف فالله المستعان الله يعيد بس هكذا احبتي وصلنا الى نهايه حديثنا وما قلنا تكلمنا عن البشارات تكلمنا من سينصر كلمه الله تعالى تكلمنا كيف نهزم وتكلمنا كيف ننصر باذن الله تعالى كل هذه وايضا انا متاكده انكم اذا سالتم الله تعالى كيف يا رب كيف ننصر الاسلام والمسلمين تاكدوا ان الله تعالى سيفتح لكم بس ادعوا بصدق وستجد كل واحد يعني كل واحد قد وجد طريقه مناسبه ينصر فيها كلمه الله تعالى سعدكم الله وجزاكم الله خير لكل من حضر معنا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الاقصى وفي غزه وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب يا عزيز اللهم سخر لهم ملائكه السماء وجنود الارض ومن عليهم وافتح لهم ابواب توفيقك، واشرح صدورهم ويسر امورهم وقوّ عزيمتهم ومد صبرهم، اللهم اكرمهم واحفظهم واجعل لهم من كل ضيق مخرجا، اللهم انصرهم على من عاداهم وافتح لهم فتحا قريبا، اللهم احفظ القدس واهل القدس يا من لا تضيع عندك الودائع، اللهم انا نستودعك بيت المقدس واهل القدس وكل فلسطين، اللهم كن لهم عونا اللهم اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وانت ارحم الراحمين، اللهم رد الينا فلسطين والمسجد الاقصى ردا جميلا، اللهم انصر ضعفهم فانهم ليس لهم سواك. اللهم اللهم احفظ ارواحهم وارواح ابنائهم وردهم الى ديارهم يا رب مردا كريما امنا يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من العجز. ونحن نرى اخواننا ولا نستطيع صرفا ولا دفعا ولا وصولا اللهم نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم نسالك ان تمدنا بملائكتك وبجنودك يا رب اللهم ارسل عليهم على اعدائك رياحا تؤزهم هزا تمزقهم كل ممزق ولا تجعل لهم من باقيه اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وفي قعر دارهم اللهم اجعلهم يموتون من الخوف اللهم اجعلهم يموتون من الخوف كما اخاف الاطفال يا رب العالمين اللهم لا تبقي لهم من باقيه انهم اعداؤك يا رب العالمين بارك الله فيكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيكم سعدكم وارضاكم حقيقه انا ما اعرف اذا كان هذا الفيديو سيبقى ولا لا احنا بنقرب نشوف الى هن الى هنا يبقى هذا الفيديو ونشوف هن هنا يوصل اذا الله تعالى يعني امر ان يحفظ فوالله لو اجتمعوا ما اصابوه بشيء واذا الله تعالى شاء ان يحذف فليحذف ولكن المهم ان الحمد لله تعالى ان وفقنا ان نقول كلمه الحق نسال الله تعالى الاخلاص ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم استودعكم الله احبتي ودمتم في حفظ الله ولا تنسوا احبتكم في غزه من الدعاء الصادق بارك الله فيكم استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته